مشاهدينا ومتابعينا بكل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم معنا. رح نكون معكم بمباراة من ضمن منافسات الأول تايمرز، دوري أول تايمرز لكرة السلة لسنة 2022، مباراة بين الشامي للعيون والبوتاس العربية. أكيد طبعا بتشرف أكون مع كابتن سامر طه اليوم بالتعليق على هاي المباراة. كرة مع عبدالله أبو كورة نادي بوتاس، و تسديدة من المومني بتضيع، وريباوند لعماد غنيم. الكرة هلأ مع نادي أو لا فريق الشامي للعيون رقم 10 معتز القضاء، وتسديدة من عماد غنيم بتضيع، وريباوند لعبد الله أبو كورة أكيد نجم من نجوم منتخبنا الوطني سابقا، تصل لأنس خشان كمان لاعب سابق نادي الوحدات والرياضي وعم بسجله لتحت السلة. اللاعب هيثم المومني أولى نقاطه بالمباراة، 4-0 النتيجة للبوتاس العربية. كرة مع مهند طلال توصل لمعتز، تفلت من الكرة والترن اوفر على فريق الشامي. الكرة ترجع لعرب البوتاس، وهلا عبد الله ابو كورة بيحصل على الفاول، راح يسدد رميتين. رميتين من مسافة الفري ثرو لعبد الله أبو كورة، رمي الحرة الأولى عم يسجل، صار رصيده 3. رمي الحرة الثانية للبوتاس بضيع، والريباوند لسبعة وسام سيالة، والكرة من الكورنر بيسدد معتز القضاء بضيع، والحيازة لمصلحة البوتاس العربية من الحد الجانبي. كرة مع مهند، لا كرة مع اللاعب رقم 7 توفيق حداد لأنس، فضل يعمل درايف بدل لاعبين، الكيك اوت لتوفيق، مسافة 3 بوينتس بيسجل توفيق حداد. بوزيشن بترجع للشامي مع يزن سبانخ، توصل تسديدة مسافة بعيدة عم يضيع مهند طلال، وريباوند لتوفيق حداد بتوصل لأنس، أنس خشان تمريرة لهيثم المومن، دبل تيم على هيثم، الكيك اوت بتوصل هلا لعبد الله أبو كورة بيضيع، بس في اوفنسيف ريباوند، صراع تحت السلة كمان مرة، والتمريرة من هيثم من المومني، والستيل من يزن سبانخ الشامي للعيون، توصل والدرايف بضيع الكرة، معتز القضاء وريباوند لأنس خشان بيحاول يحافظ على الكرة، تمريرة باك باس بترجع لأنس خشان يلي بيسجل تمريرة الحاسمة من عبد الله أبو كورة. الكرة بترجع للشامي مع يزن سبانخ، تمريرة للسبعة والبلوك شوت من عبد الله ابو كورة، والحيازة بترجع للبوتاس، كان وسام ووسيم صالحية او ساحلية، وسيم ساحلية كان ضيع الكرة الأخيرة، والكرة بترجع تزيد مسافة متوسطة لتوفيق حداد بتضيع، والريباوند لمهند طلال، تمريرة من مهند بتثبت، كان عم يحاول يعمل ستيل انس خشان، بتطلع الكره لخارج ارض الملعب لحد النهائي. الكره رح تكون مع الشامي للعيون بالتحديد مع مهند طلال، توصل لمعتز، معتز تسديده مسافه الثري بوينتس لوسيم ساحليه، كرة ستيل وترجع للبوتاس العربية مع عبد الله أبو كورة، عبد الله
بمرر لأنس خشان بيضيع اللعب بس في اوفنسيف ريباوند لعبد الله كمان بتضيع وبترجع اوفنسيف ريباوند مره ثانيه سكند شانس وفي خطأ لمصلحة البوتاس العربية الخطأ عم بيكون على اللاعب معتز القضاء بصفوف الشامي للعيون أنس خشان تمريرة دبل تيم من الشامي وهلأ عم يسجل تحت السلة هيثم المومني صار رصيده 4 12-0 12-0 رن النتيجة للبوتاس العربية نشوف مين حيفتتح رصيد الشامي للعيون بهاي المباراة بتضيع الريباوند لعبد الله ابو كوره ابو كوره بيمرر تمريره وواحدة تنتين بس عم تفلت من توفيق حداد وتيرن اوفر على العرب بوتاس العربيه كره مع معتز القدار توصل لسبانخ تسديده مسافه ال 3 بوينتس بتضيع من يزن سبانخ بترجع الكره للبوتاس العربيه وهلا انس بيهدي اللعب تمرير لهيثم المومني اوبن شوت لا بفضل يمرر لتوفيق حداد الباك باس لانس تسديده مسافه ال 3 بوينتس بتضيع والريبوند لعماد غنيم وهلا لحاله بيكمل معتز القضاء وعم يسجل اولى نقاط الشامي للعيون بالمباراة بقى 5 ثواني نهاية الكورتر الأول وأبو كورة تمريرة لتوفيق بتضيع والكورتر الأول عم ينتهي إلى مصلحة البوتاس العربية بنتيجة 12-2 أفضل مسجل لهلأ بالمباراة عم بيكون هيثم المومني بصفوف العربية البوتاس العربية 4 نقاط وعبدالله أبو قورة 3 وتوفيق حداد 3 ونقطتين لأنس خشان مقابل نقطتين بس طبعا لمصلحة الشامي للعيون لمصلحة اللاعب معتز القضاء طبعا بطولة أول تايمرز هاي نسخة العاشرة للبطولة العريقة اللي عم بيأسسها أكيد لاعب منتخبنا الوطني سابقا والمدرب الحالي فيصل النسور عم تشهد مشاركة عدد من الشركات اللي عم ترعى الفرق الموجودة بهذا الدوري الكوارتر الثاني عم ببلش والحيازة والبوزيشن مع البوتاس العربية مع توفيق حداد وهلا عبد الله ابو قوره الدرايف والتمريره بتوصل لهيثم المومن يعني بيحاول يعمل ستيل يزن سبانخ بس الحيازه بترجع ل البوتاس العربيه مع انس خشان والكره بتوصل للهلسه وهلا من الكورنر بيسدد انس خشان بتضيع ريبوند ليزن سبانخ لمصلحه الشامي للعيون ومعتز القضاء عم بيحافظ الكره لمصلحه فريقه الحيازه بتضلها مع يزن سبانك هلا مهند طلال بيسدد مسافة المتوسطة بتضيع الريبوند لمصلحة عبد الله أبو قورة الصراع كان مع عماد غنيم أبو قورة لتوفيق حداد هيثم المومني تسديدة وبيسجل الأفضل مسجل بالمباراة هيثم المومني صار رصيده 7 الكرة مع معتز القضاء لاعب رقم 10 البوينت جارد بصفوف الشامي السكرين من عماد وهلا اللاعب رقم 7 اللي هو ساحلية وتوصل لسبانخ يزن درايف بتضيع والحيازة والريباوند لعبد الله ابو قورة توصل لهيثم بتلفت من الكرة والتيرن اوفر على العربية البوتاس العربية
ترجع الكرة للشامي للعيون مع معتز يسدد مسافة الثري بوينتس. معتز القضاء بتضيع والريباوند لهيثم المومني. ترجع لأنس خشان تمريرة لعبد الله بقورة يعني على المصطلة كانت, بس الدفاع دفاع فريق الشامي للعيون عم بتصدى للكرة وبتطلع لخارج أرض الملعب. كرة من البيس لاين للبوتاس العربي وهلأ أنس يمرر لتوفيق حداد لسيف هلسة تسديدة مسافة الثري بوينتس عم بتضيع والريبوند ليزن سبانخ للشامي للعيون. يزن الكيك اوت لمعتز فضل يعمل درايف وبترجع الكرة مرة ثانية لسبانخ تسديدة مسافة الثري بوينتس وعم بيسجل يزن سبانخ. عم بيقلص الفارق فريق الشامي بس في رد فعل سريع عم بيضيعوا ابو قوره وعم بيسجل ابو قوره من سكند شانس. ابو قوره صار رصيده 5 والنتيجه صارت 17-5 للبوتاس العربيه. تسديده عم بتضيع من معتز القضاء والريباوند لعبد الله ابو قوره عم بيسجل أنس خشان. الفارق عم بكبر أكثر وأكثر طبعا لفريق البوتاس 14 نقطة ضايل 5 دقائق ونص تقريبا على نهاية الربع الثاني. كرة مع عماد لأنس لا هذا معتز القضاء وعماد غنيم كيك اوت ليزن سبانخ درايف والأربع ثواني نهاية الهجمة بتضيع والريباوند لأبو قورة عبد الله. أبو قورة تمريرة لهيثم المومني. المومني بده يسدد بتضيع كمان والأوفنسيف ريباوند لتوفيق حداد يلي بيسجل. صار رصيده 5 نقاط كمان. الحيازة والبوزيشن مع مهند طلال. توصل لسبانخ لعماد بيسدد مسافة المتوسطة بتضيع والريباوند لهيثم المومني. عم بيستعجلوا الفريقين والتيرن اوفر اكيد رح يكون بانتظار الفريقين بهاي المباراه. تيرن اوفر على البوتاس العربي وفي تايم اوت لمصلحه فريق الشامي للعيون. بعد هاي المباراة مباشرة رح يكون في مواجهة بين مستشفى الأردن وبجت. طبعا ترتيب البطولة لهلأ طبعا مستشفى الأردن هو الفريق اللي ما خسر ولا مباراة لهلأ بالبطولة. بالمركز الثاني عم بيكون البوتاس العربية اللي فاز مباراتين وخسر مباراتين. فريق بجت بالمركز الثالث بفوز وثلاث خسائر. الشامي للعيون كمان نفس الاشي فوز وثلاث خسائر. برجعوا الفريقين لأرض الملعب. كرة لعماد غنيم يزن سبانخ فريق الشامي للعيون. اللاعب وسيم ساحلية وهلأ كرة بتوصل لعماد غنيم بضيع الكرة والريباوند لمصلحة توفيق حداد. توفيق تمريرة لعبد الله أبو قورة عم بيستغل الغفلة اللي كانت من اللاعب رقم 7 بتشكيل الشامي العليم هو وسيم ساحلية. ومن الجهة الثانية عم بيرد معتز القضاء أفضل مسجل صار بصفوف فريق الشامي للعيون بسجل 4 من أصل 7. النتيجة 23-7 لمصلحة البوتاس العربية.
سيف هلسة بالكورنر لتوفيق حداد، الباونس باس والستيل من معتز القضاء، الفاست بريك 2 ضد 2 لنشوف معتز اللي بيحصل على الفاول من أنس خشان، رح يسدد رميتين اللاعب معتز القضاء. رمي الحرة الأولى عم بتضيع، نشوف الثانية هلا، معتز كمان بتضيع والريباوند لأنس خشان، التمريرة بتوصل لتوفيق حداد، تسديد المسافة المتوسطة بتضيع والحياز بترجع للشامي للعيون مع معتز القضاء. معتز في سكرين كان من عماد غنيم ويزن سبانخ اللي معه كرة، هلا تسديد مسافة الثري بوينتس عم بتضيع وسيف هلسع الريباوند، توصل لأنس خشان، تمريرة لعبد الله بقرة ريفيرس لاب وبيسجل عبد الله أبو قورة، أفضل مسجل بصفوف البوتاس العربية برصيد 9. حندخل بآخر دقيقة من الربع الثاني، كرة مع يزن سبانخ حاول عم يسيل بس في خطأ من أنس خشان لمصلحة يزن سبانخ، كرة هلأ معاه وعماد غنيم، مهند طلال، مهند بضيع الكرة والريباوند لأنس خشان، أنس التمريرة لتوفيق حداد وهلأ عبو قورة، عبدالله التمريرة لأنس، تفاهم واضح بين لاعبين البوتاس العربية، مهند طلال تسديد مسافة الثري بوينتس وبيسجل مهند مع الباكبورد ولنقاطه بالمباراة، مهند طلال فارق 17 والتسديدة عم بضيع توفيق حداد والكرة مع أنس، لا هذا معتز القضاء ووسيم ساحلية بضيع اللياب والريباوند لهيثم المومني، وهلأ اللاعب توفيق ضايل بالضبط 15 ثانية يعني نهاية الكورتر الثاني، هيثم المومني لعبد الله أبو قرة أكيد بيحاولوا خصوا الثواني المتبقية من الربع الفريق البوتاس العربية، وهيثم المومني تسديدة مسافة الثري بوينتس عم بنجح اللاعب هيثم المومني، 10 نقاط أول لاعب بدبل فيجرز وعم بنتهي الكورتر الثاني من المباراة وبفارق 20 نقطة بالتمام والكمال 30-10 البوتاس العربية على الشامي للعيون. بنرجع أكيد مع كابتن سامر طه بالكورتر الثالث، تحية لكم. خلاخرين
انت حلل لي. اسمع، عودة اعزائي متابعين دوري الاولد تايمرز مرة اخرى لمتابعة اللقاء الاول لليوم بين فريقي البوتاس والشامي للعيون. البوتاس متقدم بنتيجة 30-10. الآن ثلاثية من اللاعب الشامي للعيون يقلص الفارق إلى 30-13. الكرة مع فريق بوتاس. سيف أبو خورة، أبو خورة تحت السلة، الباس رائع لكن عم بتضيع بشكل غريب، والكرة فاست بريك مع القضاء. القضاء بشوت مسافة الثلاثية، والثلاثية الثانية على التوالي عم بقلص الفارق بعد ما كان 20 نقطة إلى 14 نقطة. كرة مع خشان، لكن تيرن اوفر جديد، والكرة مرة ثانية مع القضاء. القضاء للداخل ودخول ونقطتين. أتوقع رح يطلب تايم أوت مدرب الفريق. الفارق عم بينزل إلى 12 نقطة، لكن كابتن عماد السيد لم يطلب وقت مستقطع لغاية الآن. كرة مع مومني، لا خشان، تصويبة ثلاثية لخشان عم بتضيع، لكن متابعة من سيف، والكرة مع مهند طلال. مهند لاعب نادي الوحدات سابقا مع ساحلية. ساحلية شقيق اللاعب جان ساحلية نجم نادي الأرثوذكسي سابقا. ستيب باك لعماد غنيم، كان ارتكاز لاعب نادي الوحدات، ودخول، لكن ريباوند من المومني لخشان. توقع راح يلعب تحت السلة مع أبو قورة. نعم فعلا مع أبو قورة، لكن هناك خطأ على عماد غنيم، جزء من ذكريات الماضي بين اللاعبين اللي لعبوا أكثر من مرة ضد بعض في السنوات الذهبية لكرة السلة الأردنية. كرة مع مومني، ويا السلام في ستيل، لسه بحيازة المومني لأبو قورة. 5 ثواني لازم يسدد، دخول على السلة عم بتضيع وبنتهي زمن الهجمة، والكرة بحيازة فريق الشامي للعيون اللي قدر يعمل كباك بتسجيله 8-0 ران لغاية الآن. كرة مع غنيم، دخول وريباوند، توفيق عم بيعطيها لخشان. خشان لأبو قورة، أبو قورة وباس، لكن ستيل من سبانخ. سبانخ 3-1، هل سيحسموها؟ نعم فعلا بحسمها نقطتين، والفارق بنزل لعشر نقاط. في تايم أوت؟ ما في تايم أوت من كابتن عماد، واثق من الفوز. كرة مع سيف، سيف لعن توفيق، تصويب ثلاثية وعم بيسجل، عم بيسجل ثلاثية. توفيق لاعب نادي الثورة السوري سابقا. كرة مع القضاء، نجم الكوارتر الثالث لغاية الآن، والريباوند من أبو قورة لسيف. توفيق، توفيق لعند خشان، تصويب ثلاثية من خشان، والريباوند من سيف. أبو قورة، أبو قورة اللي عم بيلعب كل شيء، صانع ألعاب وارتكاز وفور وثري، لكن
ريباوند مرة أخرى. خشان لتوفيق، توفيق ثلاثية عم بتضيع والريباوند مع المومني لتوفيق مرة ثانية. أبو قورة تحت السلة والكرة مع سبانب، يعني في عامل الطول وتيرن أوفر جديد. 33-20 توفيق خشان مومني، دخول للمومني لأبو قورة تحت السلة ونقطتين جديدات من أبو قورة. مهند طلال نجم نادي الوحدات سابقا، وريباوند من سيف لعند خشان، خشان لعند توفيق من المسافة المتوسطة وبسجل. لاعب متألق توفيق لغاية الآن بكل مباريات فريق البوتاس لغاية الآن. الكرة مع سبانخ لمهند، ساحلية تصويب ثلاثية وعم بسجل ثلاثية وبنزل الفارق مرة أخرى. ضايل دقيقة 53، كوارتر سريع لغاية الآن، وكوتش عماد لم يطلب وقت مستقطع رغم اقتراب النتيجة وتسجيل نقطتين. عم بيحكي لنا بفكر يلعب بريس. نعم، كرة مع ساحلية تصويبة ثلاثية بالباك بورد لكن عم بتضيع، وعلى الفاست بريك وقطع الكرة. كرة خشان لعند سيف، أبو قورة السلام، أبو قورة على المخ وبالباك بورد عم بيسجل نقطتين المومني. 41-23 المباراة لغاية الآن في سيطرة رغم محاولة عودة فريق شامي للعيون، لكن عنده غيابات كثيرة أبرزها حسام لطفي وناصر علاونة نجمي ارتكاز فريق الرياضي سابقا. الكرة مع ساحلية تصويب الثلاثية عم بتضيع، والكرة مع أبو قورة اللي بيقوم بصناعة الألعاب. أبو قورة ودخول على السلة، يا سلام، بدون عنوان ضربنا عين لأبو قورة، إيده سمى. الكرة سبانغ لعماد، عماد دخول لقضاء تسجيل للمومني على الفاست بريك. دنك يا أبو قورة، لا ما بيدنك، ودخول لتوفيق وبسجل نقطتين. ضايل 20 ثانية، 43-23 20 نقطة الفارق. رجع زي ما انتهى الكوارتر الثاني. سبانغ كروس أوفر تصويب ثلاثية ورفضت أنها تدخل، والكرة مع أبو قورة تصويبة بعيدة أبعد وبنتهي زمن. الكوارتر الثالث. نرجع للمباراة، أكيد الكورتر الرابع راح يبلش بعد شوي. النتيجة لمصلحة البوتاس العربية بفارق 20 نقطة بالتمام والكمان، 43-23 أفضل مسجل للبوتاس العربية. اللاعب توفيق حداد 12 نقطة، وعبد الله أبو قورة 11، وهيثم المومن 12 كمان، وأنس خشان 8،
بالمقابل الشامي للعيون عم بيكون أفضل مسجل معتز القضاء برصيد 9، يزن سبانخ ب6 ووسيم ساحلية ب5 ومهند طلال 3. بداية الربع الرابع والكرة مع توفيق حداد توصل لأنس خشان، طبعا البوتاس العربية هيثم المومني يفضل يمرر لسيف هلسة، سيف يكمل والتمريرة والريفيرس لياب عم بيسجل عبدالله أبو قورة 13 نقطة. سيف هلسة اللاعب الوحيد بالعربية للبوتاس العربية ما سجل بالمباراة، لكن عم بيكون لاعب جماعي. وهلا عماد غنيم عم بيضيع الكرة والريباوند والحيازة لمصلحة البوتاس مع أنس خشان. أنس كروس أوفر والدرايف واللياب عم بيضيع والريباوند لمهند طلال توصل لوسيم ساحلية، كيك أوت لمهند. وهلا معتز القضاء من الكورنر بيضيع الثري بوينتس والكرة بترجع للبوتاس العربية. كرة مع عبد الله ابو قورة للدرايف وتمريره لتوفيق حداد، تسديده مسافه 3 بوينتس بتضيع والحيازه ريباوند من ابو قورة والتمريره وعم بينجح هلا توفيق حداد. توفيق 15 نقطه، الحكم عم يحسبها نقطتين، 14 نقطه لتوفيق حداد. وكرة مع معتز القضاء توصل لوسيم ساحلي وهلا عماد غنيم، عماد كيك اوت لمهند ترجع لوسيم. يزن سبانخ عم بيتركوه ليسجل وسيم سبانخ او يزن سبانخ، صار رصيده 8 يزن سبانخ. كره مع انس خشان من الجهه الثانيه لعبو قورة وهلا توفيق حداد عم بيمارس هوايته بالتسديد من المسافه البعيده 15 صاروا 18 نقطة، الفرق عم بكبر أكبر، صار دبل سكور هلا لا العربي البوتاس العربية 50-25. تراوند جومبر من وسيم ساحلية، تمريرة من أبو قورة لحاله توفيق حداد ليسجل 20 نقطة، عم يسكرهم على 20 وعم يطلب التايم اوت فريق الشامي للعيون. الإرهاق واضح طبعا على الفريق. زي ما حكينا بعد هاي المباراة مباشرة رح تكون مواجهة بين مستشفى الأردن وبودجت. Thank you.
نرجع لأجواء المباراة والحيازة والبوزيشن مع الشامي للعيون وسيم ساحلية. تمريرة الحاسمة من معتز القضاء، الكرة بتضلها مع البوتاس، كان بيحاول يعمل ستيل معتز القضاء. هلأ البوتاس العربي الحيازة، الكرة مع عبد الله بقورة، تمريرة لهيثم المومني بيحاول يسدد بالضيع، كان عم بيحاول يسجل، وريباوند لعماد غنيم، والكرة هلا مع يزن سبانخ. سبانخ بإيده الشمال بيسجل 10 نقاط، أفضل مسجل بصفوف الشامي للعيون عم بيكون يزن سبانخ. باونس باس من توفيق لأبو قورة، أبو قورة بيحافظ على الكرة، الدفاع دبل تيم، والتمريرة كانت للاعب هيثم الموني بس عم بيكون في تيرن أوفر. كرة مع سبانخ، درايف قدام لاعب أطول منه هو هيثم المومني، حيازة راح تضلها للشامي للعيون من الحد النهائي. كرة توصل لوسيم ساحلية، تمريرة لعماد غنيم، تسديدة بتضيع، وعبد الله بكرة بالريبر ولحاله عم بيكون توفيق اللي صار رصيده هلا 21 نقطة. كرة مع معتز، معتز القضاء، الفيك والتسديدة بتضيع، والفولو اب عم بتضيع بس في يزن سبانخ على الاوفنسيف ريباوند، وعم بيضيع الكرة، وريباوند لعبد الله ابو قرة، لا توفيق ولا اروع بايده الشمال عم بيضيع بس الريباوند لمهند طلال. وهلا معتز القضاء، معتز باللياب بيسجل، معتز القضاء يلي صار هلا افضل مسجل بصفوف فريقه الشامي ب 11 نقطة. الستيل عم بيكون موجود من يزن سبانخ، سبانخ باللياب بيسجل 4 نقاط ورا بعض، الفارق عم بينزل ل 21 نقطة لمصلحة البوتاس العربية. والحيازة مع انس خشان، سيف هلسة لأنس، تمريرة لهيثم المومني، التسديدة بتضيع، والأوفنسيف ريباوند لتوفيق حداد، وهيثم المومني تسديدة هلا عم بينجح. 14 نقطة لهيثم، والكرة مع يزن سبانخ، وعم يحاول يعمل ستيل، كان سيف هلسة بالحيازة بتضلها مع الشامي للعيون. عماد غنم كيك اوت لمعتز القضاء، تسديد المسافة المتوسطة بتضيع، وريباوند ابو قورة، التمريرة والفاست بيك مع توفيق حداد اللي عم بيسجل 23 نقطة. معتز ليزن سبانخ، وباللياب بتضيع، والحيازة والريباوند مع البوتاس العربية مع هيثم المومني، هيثم باللياب بسجل كمان مرة، وهلا صار رصيده 16، الفارق عم بيرجع بيكبر 27 نقطة لا البوتاس، وتسديد من يزن بتضيع الثري بوينتس، والريباوند لهيثم لأبو قورة عبد الله، وهلا توفيق حداد، وكمان مره توفيق التمريره، كمان مره التمريره من ابو قوره، وعم بيسجل مع الاند 1، عم بيسجل النقطتين، وعنده كمان فرصه يرفع رصيده اكثر واكثر ويوسع الفارق اكثر واكثر لفريقه. 25 نقطه هلا لتوفيق حداد، بوتنشل المباراه تصير 40 نقطه الفارق، وعم بنجح يوسع الفارق ل 30 نقطة، وعم بيرد وسيم ساحلية، صار رصيده 9 نقاط، دقيقتين 20 ثانية يعني نهاية المباراة. أنس خشان لتوفيق حداد بتضيع، والريباوند لعماد غنيم، والفاس بيك مع معتز القضاء يلي بيسجل
13 نقطة. كرة مع أبو قورة عبد الله وتمريرة لتوفيق حداد بيسجل كمان مرة. تمريرات الحاسمة عم تتواصل من عبد الله. أبو قورة صار عامل 15 تمريرة حاسمة اليوم. عبد الله أبو قورة و28 نقطة لتوفيق حداد. كرة مع أنس خشان باونس باس لأبو قورة وأبو قورة بيسلم الكرة لتوفيق حداد وأوبن شوت لأنس خشان يلي بسجل من المسافة البعيدة. 11 نقطة لأنس. كرة مع معتز القضاء تسديدة وبيسجل اللاعب معتز القضاء 16 نقطة بالمباراة. أبو قورة عبد الله أبو قورة وهيثم المومني. التمريرة بترجع لأبو قورة اللي بتضيع وبيسجل هلا بالأوفنسيف ريباوند. 15 نقطة أبو قورة مع 15 تمريرة حاسمة. دخلنا بآخر دقيقة من المباراة واللاعب عم بيسجل معتز القضاء. تمريرة من أنس خشان لعبد الله أبو قورة. التمريرة لتوفيق اللي سكرها على 30 نقطة. 30 نقطة بالتمام والكمال لتوفيق حداد. تسديدة هلا من وسيم ساحلية بتضيع وبترجع لمعتز وكمان مرة تسديدة المسافة البعيدة وبيسجل معتز القضاء. 19 نقطة بالمباراة اليوم. بيتجه الفريق للفير بلاي. مبروك للفريق البوتاس العربية فوزوا على الشامي للعيون بالنتيجة النهائية عم بتكون 72 البوتاس العربية و45 للشامي للعيون. نشكركم أكيد على تواجدكم وحضوركم لهاي المباراة ورح نكون بعد شوي مع مباراة مستشفى الأردن مع بادجت. خليكم معنا، شكرا كثير لكم.